طبعا بورصة دمشق في البداية هي من البورصات الوليدة الناشئة أو الوليدة، وبالتالي فإن عدد الشركات التي أدرجت فيها بلغت حتى الآن 23 شركة مساهمة عامة. في الواقع سيطر على الشركات المدرجة القطاع المالي المؤلف من المصارف وقطاع التأمين. فلدينا 12 شركة هي مصرفية وست شركات تأمين، بالإضافة إلى 4 شركات تتناول قطاع الخدمات بشكل عام مثل النقل والزراعية والصناعات الزراعية والنشر والإعلام. يعني بالنسبة لهذه النوعية من الشركات، هل لأنها كانت جاهزة أكثر من غيرها من الشركات لأن يتم إدراجها في ذلك في تلك الفترة؟ في سوريا لدينا 53 شركة مساهمة عامة، وكل هذه الشركات مآلها إن عاجلا أم آجلا للإدراج وفقا للأنظمة والقوانين. وبالتالي نحن في سوق دمشق للأوراق المالية ندرس الشركة قبل إدراجها، عندما تكون مؤهلة للإدراج فسندرجها مباشرة. هذه الشركات طبعا هي كانت الشركات المؤهلة، هناك شركات حديثة أنشئت وبالتالي هي أكثر تأهيلا من الشركات القديمة. لدينا بعض الشركات القديمة التي تحتاج إلى كثير من الدراسات والتعديلات في أنظمتها المالية وحل مشاكلها التي طبعا وجدت فيها عبر الزمن. ونحن في سوق دمشق للأوراق المالية لن ندرج أي شركة ما لم تكن محققة لكل الشروط طبعا حماية للمستثمرين. طيب دكتور مأمون، بالفتنة انه التجربه يعني الى او تجربه او الخبرات التي اعتمدتوا عليها بالنسبه لانشاء بورصه دمشق، يعني هل هناك من خبرات معينه، نموذج معين اتبعتموه او هو خليط من نماذج مختلفه؟ في الواقع نحن بدانا من حيث انتهى الاخرون، واستفدنا من التجارب المحليه والدوليه. وبالفعل البورصات التي سبقتنا في الإنشاء في الواقع درسنا ما هي مشاكلها، ما هي الأمور التي تعرضت لها وتجاوزناها في أنظمتنا وقوانيننا، وبالتالي فظهرت في الواقع بورصة وليدة لديها من أفضل الأمور. خلينا نتكلم عن وضع الأزمة، يعني الأزمة كيف تصرف معها الناس؟ هل برأيك أثبتت حصانتها قوتها؟ هل لجأ الناس للبيع؟ نوعية المستثمر كيف يعني وتصرفاته خلال هذه الأزمة؟ الأزمة التي تمر فيها بلدنا والتي نتمنى أن تنتهي بشكل سريع وقريب أثرت الواقع على كل القطاع، على كل الحياة، وبالتالي أيضا على القطاع المالي، والذي يتأثر طبعا أول من يتأثر في هذه الأزمة هو القطاع المالي في الحياة الاقتصادية. تأثرت الشركات المدرجة طبعا، ولكن الشيء الجيد والرائع حتى الآن لم تفلس ولا أي شركة مدرجة. هل هناك رعب، يعني فعلا هل لاحظتوا أن هناك رعب بالبيع والخروج خارج السوق أم لم تظهر مثل هذه الأمور، يعني كما حصل بكثير من الأسواق العربية الأخرى؟ على الإطلاق. لماذا؟ في بورصة دمشق نجد بأن المصارف مملوكة بنسب كبيرة لمستثمرين غير سوريين، حتى الآن لم ينسحب الأجانب أو غير السوريين حتى الآن من السوق السورية. إذن لا يمكن أن نتحدث عن إرهاب، نتحدث عن انخفاض في المؤشر، هذا شيء طبيعي وشيء صحيح، ونتحدث عن عمليات بيع هنا أو هنا. طبعاً هذه بورصة، هناك عمليات بيع وعمليات شراء، أما المستثمرين الأجانب حتى الآن لم ينسحبوا من السوق. ما هي نوعية هؤلاء المستثمرين؟ هل هم عرب خليجيين؟ هل هناك مستثمرين أجانب؟ في قانون الشركات السوري يسمح لأي مستثمر عربي أو أجنبي الاستثمار في سوريا، وتم استغلال هذه القضية والفعل تم الاستفادة من هذه القوانين المحفزة للاستثمارات وتأسست هذه الشركات. معظم المستثمرين هم من العرب الواقع في البنوك السورية التي أنشئت حديثا، بالإضافة لذلك طبعا المستثمرين السوريين لأنها طرحت على الاكتتاب العام، ولكن قانون الشركات وقانون المصارف سمح للشخصيات الاعتبارية وإن كانت غير سورية بتملك 60% من رأس مال المصرف. وطبعا هذا أثر على حركات التداول، لأن هذا المستثمر الكبير لم يدخل من أجل إعادة البيع وإنما من أجل الاستثمار على المدى الطويل.
فهذا أثر على انخفاض أحجام التداولات. 60% مملوكة لشخصيات اعتبارية وعادة غير سورية، إذن هذه لن تبيع. بالإضافة لذلك الشخصيات الاعتبارية أو الطبيعيين السوريين فالذين يحق لهم تملك 5% من رأس المال البنك، أيضا لنقل 10% أو 15%، وبالتالي فأصبحت الأسهم الحرة القابلة للتداول هي ضئيلة نسبيا في السوق السورية، وهذا ما ينعكس على أحجام التداول.